اهلا وسهلا، شرفتونا كلكم شباب اليوم. الابتكار اعمق من فكره، هذا هو عنوان البرزنتيشن اللي اليوم راح اقدم لكم اياه باذن الله. لكن ايش علاقه الابتكار بثيم تيدكس الجامعه الوطنيه اللي هو الفسيفساء؟ راح نعرف هذا السؤال او جوابه ان شاء الله بعد ما اخلص البرزنتيشن، ويمكن انتم تقدروا تعرفوا ايش علاقه الابتكار بالفسيفساء. كلنا عندنا افكار، من ما عنده فكره؟ اللي عنده فكره يرفع يده. كم فكره في اليوم؟ كم فكره في الشارع، في المدرسه، في الجامعه، في البيت، اي دونت نو، في لما نشوف افلام، لما ناكل، في المطاعم، كل وقتنا لو سوينا كذا، لو عملنا كذا، لو صار كذا، لو كان كذا، صح ولا لا؟ صح. اذا احنا كلنا عندنا افكار افري داي، كل يوم، يمكن في اليوم اكثر من 100 فكره او مليون فكره او ملايين الافكار اللي ممكن احنا نسمعها، نشوفها ونفكر فيها حتى. لكن قبل أن نتكلم عن الابتكار وإيش علاقته بالأفكار، معكم مريم العامري، رئيس تنفيذي لشركة رؤية شباب، وحاصل على الماجستير في الابتكار في ريادة الأعمال، وأيضاً أم لطفلين تميم وريم، وأكثر شيء أحب الحياة وأحب الابتكار. كان عندنا زمان شركة في لما نريد نوصل مثلاً مكان، نتصل، ألو السلام عليكم، أريد سيارة أو تاكسي ممكن يوصلني لحد البيت، فعادي يجي التاكسي ويودي لحد البيت ويوصلنا أي مكان ثاني. لكن طلعت شركة ثانية من الشركات عملت نقلة نوعية في هذه الخدمة، صح ولا لا؟ مع العلم أنه هي أصلاً كانت خدمة عادية وممكن نستخدمها. هي مش مجرد تطبيق، هي خدمة وصلتنا أنه نحن نعرف السائق متى بيجي، من اسمه، نوع السيارة، وين مكانه بالضبط، مساره حتى لحد ما يوصل البيت. إيش الفرق بين الشركة الأولى اللي نتصل فيها والسيارة تيجي وتوصلنا، وبين الشركة الثانية اللي عرفنا كل هذه المعلومات قبل لا تيجي السيارة؟ الفرق هو تحسين وتطوير الخدمة، الابتكار في الخدمة وليس التكنولوجيا. كثير منا على بال الابتكار تكنولوجيا، أحسن أداة، أحسن تطبيق، أحسن موقع، أحسن تكنولوجي، AI، Internet of Things، all of these things. ما هي الأساس في الابتكار؟ الأساس في الابتكار الفكرة وطريقة تطبيق هذه الفكرة، وبعدين استخدام التكنولوجيا في هذه الفكرة. ماكنزي ريبورت إيش قالوا عن الانوفيشن؟ 84% من رؤساء التنفيذيين قالوا إن الانوفيشن شيء مهم، الابتكار شيء مهم في تطوير أي مؤسسة أو شركة، خصوصاً الآن التسارع اللي جالسين نشوفه الحين في الشركات، مؤسسات، في الدول، في كل مكان، يحتاج إن نحن نفكر بابتكار طول الوقت كأسلوب حياة وطريقة تفكير أكثر من مجرد أدوات. 80% منهم قالوا إحنا لازم نغير البزنس موديل للشركات. 500 Fortune Companies، إذا كنتوا تعرفوا هذه القائمة، كثير من الشركات كانت top of this list، من أوائل هذه الشركات اختفوا من العالم. كودك، بلاك بيري، آيفون، يمكن قبل حتى كان في أشياء ثانية، صح؟ يمكن ما تتذكروها حتى، يمكن ما من جيلكم حتى. وين راحت؟ لأنه ما كان الابتكار شيء أساسي يمكن عندهم. لكن 6% من الرؤساء التنفيذيين غير راضين عن طريقة تطبيق الفكر الابتكاري داخل مؤسساتهم. لذلك الفكرة هنا ما مجرد نتكلم عن الابتكار فقط، إحنا كيف ممكن نطبق الابتكار بطريقة صحيحة؟ نرجع لموضوع الفكرة، الأفكار اللي موجودة عندنا، إيش علاقتها بالابتكار؟ إذا ما لها قيمة، وطبعاً بنعرف الحين إيش معنى قيمة، ما راح تكون فكرة ممكن أستخدمها، ما راح تكون فكرة مبتكرة، ما راح تكون شيء مهم، هي مجرد فكرة عابرة. وطبعاً في ناس كثير هنا يقولوا إذا شافوا شيء هم فكروا فيه من قبل، أنا كنت فكرت بهذه الفكرة، يا ريتني سويتها قبل، صح؟ أو ممكن في أشياء يقول الله سويوها الفكرة اللي كنت أفكر فيها قبل. الحين إيش اللي جالس يصير؟ في تنافسية كبيرة بين الشركات والمؤسسات في تقديم المشاريع والمنتجات والأدوات وكل شيء بأحسن طريقة وبأحسن صورة، لذلك إحنا ما ملحقين أصلاً. لما نجي نشوف على منظومة التفكير أصلاً كلها، أول شيء تبدأ موضوع التفكير، التفكير بشكل عام، سلبي، إيجابي، زين، ما زين، كل هذه الأشياء. تأتي بعدها شيء اسمه الإبداع، شيء جميل، شيء ممكن أنا أفكر فيه واستمتع فيه وأتخيله وأشوف أنه هو ممتع وحلو. لكن الابتكار
هذا الإبداع إذا ما تحول إلى قيمة ما راح يكون مبتكر، لكن إذا تحول إلى قيمة راح يتحول مباشرة إلى ابتكار. وفي شيء ثاني اسمه الاختراع. في ناس واجد تكون إيش ما إيش الفرق؟ إيش الفرق بالإبداع؟ إيش الفرق بالابتكار؟ إيش الفرق بالاختراع؟ الاختراع شيء ما موجود سابقاً، لكن الابتكار شيء نطوره ويحصلنا قيمة، نرفع من قيمته. مثل التاكسي، خدمة التاكسي رفعنا من قيمتها، أضفنا قيمة زيادة لليوزر أو للمستخدمين أو للعملاء، فصار فيها ابتكار. حتى الفنادق، السكن، التطبيقات اللي قاعدين نستخدمها الحين في الأونلاين شوبينج وإلى آخره، كل هذه أصلاً كانت موجودة، لكن ارتفعت من مستواها، زادت، صرنا نضيف لها إضافات ثانية للعميل، فصارت ابتكار، صار لها قيمة، صار الناس تستخدمها. الاختراع مثل ما قلت لكم هو شيء جديد ما صار من قبل. الكهرباء كانت اختراع، لولا الكهرباء ما اخترعنا الأشياء الثانية، ما ابتكرنا الأشياء الثانية، الغسالة، التلفزيون وإلى آخره. العجلة كانت اختراع، لولا العجلة ما اخترعنا السيارة والمواصلات الأخرى. الإنترنت كان اختراع، لولا الإنترنت ما صارت كل هذه الاختراعات او الابتكارات الاخرى، التطبيقات والاي اي والانترنت اوف ثينجز وانت ايفريثينج. فهذا هو الفرق بين الاختراع، ابتكار، ابداع والتفكير. هذه اللوحه او هذه الجداريه هي عباره عن ايش؟ ابداع، ابتكار. اذا شفناها من منظور الابداع فهي مجرد لوحه مرسومه على الجدار وخلاص، هي مجرد لوحه. لكن اذا شفناها عن منظور الابتكار ووظفنا فيها قيمه، قد تكون هذه الجدارية تحمل رسالة لكل المارين، لكل الحي، لكل السائحين، يمكن هم يريدوا يوصلوا هذه الرسالة. قد تكون هذه الجدارية كان فيها شخابيط وعدلنا هذا الشخابيط، وبدل ما يصير منظرها ما حلو صار منظرها أحلى، فهنا حلوا مشكلة من المشاكل الموجودة. قد تكون هذه الجدارية مكان لعمل سوق خيري، فعالية معينة، مكان للتصوير، فوتو سيشن معين، فصار فيها قيمة إضافية بدل عن تكون لوحة جميلة على جدار. فهنا الفرق بين الإبداع والابتكار. BCG Global Innovation Survey قالوا ليش يفشل الابتكار؟ طيب أوكي، نحن نؤمن بالابتكار ونجيب أفكار ونعمل أدوات ابتكار ونحاول نسوي قيم. 42% فشلوا أو قالوا إن كان صارت مدة طويلة في التطوير. الابتكار ما يريد مدة طويلة في التطوير، الابتكار يريد سرعة ومتسارعة. يعني إذا جينا خططنا لشيء على طول نسوي تيستينج، على طول نسوي الفيدباك، وبعدين نبدأ نطور مرة ثانية والدائرة تدور. إحنا ما نتوقف عن الابتكار، لكن في نفس الوقت ما نكون بطيئين في التطوير. 25% قالوا غياب التكاملية. واحدة من أساسيات الابتكار وجود التكاملية. عندنا شيء اسمه المساهمين والستيك هولدرز، براويكم لوحة من اللوحات الحين كيف ممكن التكاملية تساعد في نجاح الابتكار. ويمكن أكثر شيء فشل عندنا في الابتكارات أو في تنفيذ بعض الأشياء المبتكرة، سواء كانت في السلطنة، في مؤسسات، في رواد الأعمال لغيرهم، هو غياب التكاملية، وهي واحدة من أساسيات الابتكار. 32% قالوا اختيار الفكرة المناسبة كانت هو الخطأ أو هو اللي خلانا نفشل. ليش؟ لأنه بعض الناس إيش يصيروا؟ على طول يقولوا في مشكلة أو حاجة بدون ما يدرسوها زين، يقحموا على طول مباشرة، يروحوا يفكروا بالعصف الذهني للفكرة، ما يروحوا يدرسوا بالطريقة صحيحة لين ما يختاروا الفكرة المناسبة. مع العلم إنه في الابتكار طبيعي جدا أن بعض الأفكار تفشل، لكن يحاولوا قدر المستطاع أنهم يقللوا من نسبة الفشل. باختصار، الابتكار يغطي 3 أشياء. إذا كنتوا تريدوا تعرفوا إيش القيمة اللي المفروض الابتكار لازم يسويها، أي فكرة عندكم إذا حققت هذه 3 أشياء معناتها أنت تقدر تبتكر. لازم أول شيء يكون في رغبة أو حاجة، شيء متعلق بالإنسان، بالهيومن. يعني ما ممكن أنت تروح تبتكر فكرة وما حد يريدها وما حد يحتاجها وما تحل مشكلة حتى لو كانت الفكرة إبداعية. نقطة ثانية، لازم يكون فيها جدوى اقتصادية أو value أو business idea. ليش؟ لأنه لو كان ما فيها جدوى فما فيها، ما هي ما ابتكار، هي مجرد إبداع. حتى الاختراع ممكن ما يكون فيه جدوى اقتصادية، ممكن إنه ما بيتحول مباشرة إلى جدوى اقتصادية. والجدوى الاقتصادية ما لازم تكون فلوس. الجدوى الاقتصادية مثلاً نخفض التكاليف، نزيد الرفاهية، نقلل الوقت، نقلل الموارد البشرية أو الموارد الطبيعية بشكل عام. فهذا الجدوى الاقتصادية أنت تحافظ على استدامة الموارد الموجودة عندك بطريقة معنوية أو حتى مادية. قابلية التنفيذ، إيش الفائدة من فكرة ما نقدر ننفذها؟ فكرة في المريخ ما نقدر ننفذها. مع العلم إنه في بعض الابتكارات تحتاج إنه نخترق السوق أو بريك ثرو السوق أو هذه الأشياء، لكن تحتاج تعرف كيف تنفذها بطريقة صحيحة، يعني ما تكون واجد خيالي وفي نفس الوقت تكون واقعي وتقدر إنك تنفذها. أما إذا كنت ما تقدر تنفذها فهذا ما يعتبر ابتكار.
ولا له قيمة. ثلاثة أسس تعرف أنه هذا الابتكار له قيمة أو هذه الفكرة لها قيمة. إيش أساس الابتكار؟ الإنسان. إذا هذه الفكرة ما تمس الإنسان، ما تعالج الإنسان، ما تهم الإنسان، ما في رغبة للإنسان، إحنا ما نقدر نقول إن هذا ابتكار. مهما جبت أكثر تكنولوجي في العالم لكن إحنا ما نحتاجها أو بالعكس يمكن نضرنا، فهذا ما ابتكار. كثير من الناس يفكروا الابتكار هي شيء ممكن إحنا نسويه فقط عشان نشوفه بطريقة حلوة، بس لا، الابتكار اللي إحنا نتكلم عنه اليوم هو الابتكار اللي يمس الإنسان بطريقة مباشرة وغير مباشرة. إذا ما مس الإنسان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فمعناته هو ما ابتكار. مراحل الابتكار، في ناس تقول أوكي أنا عندي فكرة بس أنا ما أعرف هل أنا جالس أبتكر أو جالس أعرف إن هذه الفكرة صحيحة أو لا. أول شيء لازم نسويه وأهم شيء وأكثر أدوات الابتكار موجودة فيه هي مرحلة الفهم، التعاطف، التعارف، اللي هو بالإنجليزي understanding and observation، هي ما ترجمها حرفية ولكن بالإنجليزي نحن نسميها understanding and observation. ثلاثة أرباع أدوات الابتكار في هذه المرحلة. ليش؟ لأن إذا إحنا ما فهمنا المشكلة in deep وبعمق أو فهمنا الحاجة بكل ما فيها، نحن ما نقدر ننتقل لمرحلة الاستكشاف واستمطار الأفكار والعصف الذهني وكل هذا، راح تكون مجرد perceptions. طبعاً لما أتكلم عن مرحلة الفهم، الموضوع له علاقة بالداتا، إلى علاقة بالأبزرفيشن، إنك تروح على أرض الواقع، الميدان، تكتب، تشوف. مثلاً خلينا نضرب مثال كلاينت، مثلاً جورني أو الكاستمر جورني. كم كاستمر تشتكوا من شيء معين على أساس أن أعرف وين المشكلة؟ هل المشكلة في البداية؟ هل في النهاية؟ هل في الوسط؟ هل بسبب إنسان داخل المؤسسة؟ خارج المؤسسة؟ environment معين؟ إذا أنا ما فهمت المشكلة الحقيقية وفهمت المنظومة اللي تسببت هذه المشكلة ما أقدر أحلها حتى لو جبت مليون فكرة. إذا رحت لمنطقة الاستكشاف وجبت أفكار واخترت فكرة خاطئة وطبقتها، في النهاية يمكن ما بتجيب النتيجة اللي نحن نريدها لأنه أصلاً مرحلة الفهم كانت مرحلة خاطئة. مرحلة الاستكشاف، تشكل الفكرة والنموذج الأولي البروتوتايبينج، وما لازم النموذج الأولي يكون شيء مادي معنوي أو مادي نقدر نشوفه، أحياناً يكون رسومات، ديزاين إلى آخره، على أساس بس إحنا نجرب ويتست إذا this is right ولا wrong، can we do it ولا لا، هو أصلاً في قد اقتصادية ولا ما في، كم بيكلفنا، إيش الأشياء اللي ممكن إحنا نسويها بطرق مختصرة إلى آخره من هذه الأسئلة اللي مفروض نجاوبها في هذه المرحلة. وآخر شيء مرحلة التطبيق التستينج والتنفيذ. لما نقول مرحلة التستينج يعني لما تختبر هذا الموضوع لازم تجيب فيدباك. إحنا كثير نخاف من الفيدباك، إحنا ناس متحسس من الفيدباك، إحنا ناس دائما نحس إن الفيدباك شيء سيء. الفيدباك والتغذية الراجعة من الكاستمر والكلاينت والموظفين والمواطنين والناس والشباب والطلبة، هذا فيدباك جيد. الناس تشتري الحين بفلوس كداتا على أساس يطوروا أدواتهم ومنتجاتهم. وآخر شيء طبعا التنفيذ، وهنا عادي يجي موضوع إن نحن ما بنخسر نفسنا واجد لما نجي في موضوع التنفيذ، لأن في كثير ناس يقولوا الابتكار عبارة عن investment very high investment أو واجد نحتاج نصرف. أيوة إذا كان breakthrough وفي كثير الأشياء فشل فيها، لكن الابتكار العادي اللي هو sustain مثلا أو الابتكار للتطور الأشياء البسيطة، المفروض نحن في التنفيذ نقلل من الكوست ما يرتفع الكوست. هذه واحدة من أدوات الابتكار اللي نحن نستخدمها، stakeholder map، وهي واحدة من أهم أدوات الابتكار. طبعاً هذه جزء من الأداة. stakeholder map يعني أنت تكتب كل الناس اللي لهم علاقة بالمشكلة الفكرة اللي عندك، سواء كانت فكرة متعلقة، خلينا نضرب مثال على الجامعة. جامعة مثلاً فيها موظفين، فيها أكاديميين، فيها طلبة، فيها ناس آباء، فيها أمهات، فيها كثير ناس. كل واحد فيها سيستم، فيها مكان، فيها كثير أشياء. كل واحد من هذه الأشياء له علاقة بالمشكلة أو بالحاجة اللي أنا أريد أدرسها وأدرس حاجتهم إلها. فكل واحد فيهم يحتاج أن نحن نفهم وين المشكلة وإيش علاقتها بالأشياء قبل لا نبتكر الفكرة أو قبل لا نبتكر الشيء. هذه واحدة من الأدوات اللي نستخدمها نحن في الابتكار. طبعاً داخلياً داخل هذه الأداة راح نروح لكل واحد فيهم، راح نروح لأدوات أخرى عشان نفهم هذا الشخص بطريقة علمية. هذا الشيء ما وجهة نظري، ما وجهة نظرك، هذا الشيء لازم يكون مدروس، نجمع داتا بطريقة حقيقية وصحيحة على أساس نفهم إيش المشكلة أو الحاجة أو الرغبة. ما علاقة الابتكار بالفيس الثاني؟ نرجع للنقطة الأولى.
هذه المعلومات كلها والطرق والأدوات ونشكل ونروح ونقرب ونشوف ومن هنا معلومة ومن هنا معلومة وعلى أساس نفهم إيش اللي جالس يصير ونفهم كيف ممكن نحن نحل هذه المشكلة وبعدين نجيب أفكار جديدة هي مثل الفسيفساء تجمعها كل هذه المعلومات الصغيرة البسيطة كل هذه الداتا اللي نحن نريدها المشاكل الآراء المشاعر لين ما نحن نبتكر شيء جديد ونفهم إيش اللي جالس يصير. الفسيفساء شيء ممكن يكون كأجزاء مجزأة ما حلو ما تعطينا صورة واضحة، لكن لما تجمعها مع بعض رح تعطينا صورة واضحة تماما مثل الابتكار. لما يكون كل شيء وحده نحن ما نفهم إيش اللي جالس يصير ولا نعرف أصلا كيف نبتكر ونجيب أفكار ويكون كل شيء عشوائي، لكن لما نجمعهم مع بعض ونبدأ نشتغل عليهم كصورة واحدة بنطلع بشيء جميل ورائع. شكرا لكم، كان هذا ختام البرزنتيشن، أتمنى أكون طولت وكنت أون تايم.